السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خويا الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير. الفيديو هذا راح نجاوب على واحد السؤال. كان عندنا سؤال، واش هو الفرق بين لي شانس بين هذا وهذا، بين هذا بين اللون الأسود واللون الرمادي؟ هذو لي شانس نتمناهم لأي بلاكيست، وخاصة اللي هو يخدم لي زوندوين أو لي جوانت غير جوانتي برك. هذو لي شانس نتمناهم له فرونت ويا كذا، الله يبارك يعني يساعدهم ما شاء الله. هذا نتمناهم لاي واحد اللي يخدم لي زون. الفرق بيناتهم ماشي كبير بزاف، هما تلقاهم في زوج تاوع الصين تاوع شناوة. كي نروحوا مثلا للميزان، لو كنت تخدم بهذا وزيد تخدم بهذا ما تلاحظش الفرق بيناتهم، ولكن لو كان ترفد يكونوا في زوج عندك تشد هذا هكذا وتزيد تشد هذا هكذا، تحس انه هذا مسقيل عليه غير بواحد شويه. يعني كي يكونوا في زوج في يدك وتوزنهم اللي تحس، لو كان ما يكونوش كون تخدم بهذا وتزيد بهذا ما تلاحظش الفرق. ما وزنتهمش ما على باليش شحال بالضبط الفرق بيناتهم، ولكن ماشي حاجه كبيره، فرق غير صغير بيناتهم. ولكن انا عجبوني هذا خير من هذا، وانا خدمت بهذا وخدمت بهذا عجبني هذا خير من عجبني هذا. نقول لكم على هما نورمالمون غير كيف كيف، واش تلقى مكتوب هنا واش تلقى مكتوب هنا، يا غير كيف كيف، ماشي ما فيهمش اختلاف. سباتي كيف كيف، هذا قابلين للتعديل من 60 سنتيم حتى للمتر كيف كيف، قياسات كيف كيف. هذا عليه شويه زايدين على الميزان، في هذا فيهم الفيسور تاع الالومنيوم هذا. كي نشوفو الفيسور هذا هنايا، السمك تاع هذا اكثر من السمك تاع هذا غير بشويه. وايضا هذا اللي تحل هذا فيهم الطالون هذا هنايا عريض على هذا، وفي زوج غير قابلين للانزلاق، يعني هذا ما يزلقش وهذا ما يزلقش. واحد الحاجة ثانية لاحظتها ما بيناتهم، كي تروح تعدل تزيد في الطول وتهبط من ناحية البولو هذا وهذا وهذا، زيد تطلعوا ولا زيد تهبطوا وتعاود ترجع البولون في سقابي هذا. هذا ما تنحيلو البولون يمشي بسهولة، بصح هذا مزير. هذه أنا لاحظتها، ما على باليش إذا هذوك مازال جدد وهذو قدم ولا كيف. المهم هذا مزير وهذا يمشي بسهولة، بصح أنا عجبني هذا كي مزير خير. واحد الحاجة أنا اللي عجبتني في هذا خير من في هذا، وهي في النعل تاعو هذا. هذا جي كومبلي سوبل هكذا، مطاطي هكذا كومبلي. هذا البلاستيكة هذه اللي راكبين فيها هذا، هذه راهي عبارة عن بنو، يعني كي بنو، وهذه البلاستيكة يابسة. هذا البلاستيكة هكذا تطوندها مليحة يعني جاية سوبر، ولكن هذه هو راكب فيها البنو، ولكن هذه ما تطونداش، هذه جاية يابسة. هذا فرق اللي لاحظته بيناتهم. وهذه انا عجبتني بزاف، مثلا راك تمشي بهم، هي من الاحسن كي تكون تمشي بهم الانسان يدير حسابه تكون عندك الارض نقيه. مثلا انت في فوق حاجه غير صغيره، مثلا شوت بلاك او تيو ولا اي حاجه، مثلا تحكم ما تشوفهاش تحكمها مع الطرف هكذا. هذا شوفوا هكذا، هاي اللي تعود معها هذه، ما تحس انه كاع بلي عفست هكذا، ما تحس كاع بلي عفست فوق حاجه. ولكن هذا لا لا، هذا لو كنت عرفت كل حاجة هكذا تحس بالدنيا عفيفة. هاولي كي خدم هاديك ما تخدمش تبقى هاديك يابسة ما تعودش معاه، يخدم غير الفوق هكذا. وهنايا في زوج يعني يخدمو هكذا كيف كيف، هكذا مثلا هنايا كيما هذا هكذا. هذا كي تاع صغير شويه هكذا هذيك تعوج معاه، هذه انا عجبتني بزاف فيها. زيد واحد الحاجه اللي لاحظتها بين هذا وهذا، يعني كي تكون تمشي فيه هكذا هذه تخدم، يعني كي تكون تمشي تخدم كل مشطة هكذا، هذه تخدم هكذا. شوف كي تروح للهيه وتولي دير الحس هنا في الرسولات هذو يديرو الحس، هذا ما يديرش الحس. ها يروح لي دي عادي ولي عادي،
هذا هو الفرق اللي انا لاحظته. واذا كش واحد عنده معلومه واحد اخرى واش هو الفرق بيناتهم يقول لنا. الاخوه اللي كانوا يسقسيو شحال يسواو، راه السومه كيف كيف يسواو طرف 4 ملايين، قادر تلقاه اقل قادر تلقاه اكثر. هذو نتمنى لهم اي واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.